تصف الأمراض الصدرية والحساسية بتمارة الدكتورة لطيفة العتاق. مرحبا بك، أهلا وسهلا. عليكم للجهال وعليكم السلام. مرحبا، بخير الحمد لله، كل شيء مزيان ربي يخليك. كدايره مع الحرارة ومع الحر الشديد؟ الله يلطف بالجميع، الله يلطف بالجميع. طيب، هاد درجة الحرارة فعلا يعني بشكل غير محتمل دكتورة لطيفة في موسم الصيف، يعني يبقى المكيف يعني هو الحل المثالي لتخفيف يعني هاد شدة الحرارة. المكيف له آثار سلبية، ما هي تفاصيل هذا الموضوع وكيف يمكن يعني أن تضعين في الصورة الصحية لهذا الخطر؟ كنلقاو في الدار وفي الطوموبيل، كنلقاو في المحلات، فين ما مشيتي دكتوره كنلقاو المكيف، كيف يمكن ان نتعامل معه؟ بالطبع اخت جهان، ولا المكيف ضروره. نعم، يعني وين كنلقاوه؟ فين ما مشينا، يعني في الادارات، في المنازل، في الطوموبيل. ها هو خدام عندنا في استوديو 4، ها هو خدام فوق راسي، ولا كيخدم 24/24. نعم، ما بقاش زعما استغناء عليه. نعم، غير هو المشكله ديالو انه ماشي من غير زعما انه ولا ضروري وانه مزيان انه كيبرد الجو كيلطف الجو، ولكن عنده اضرار، خاصة أنه استعمل بواحد طريقة اللي شوية يعني بقى 24/24، واللي الجو اللي كيكون سخون برا وكنديروا درجة الحرارة بادة في المكيف. نعم، يعني كتكون واحد الفارق ديال درجة الحرارة بين الداخل وبرا. نعم، كبيرة بزاف، واللي هي نورمالمون خصها أكثر من 5 ديال دوغري تكون بين الداخل بين برا والداخل. نعم، ناهيك ان المكيف كان ما تقوموش بالصيانه ديالو، يعني كنخدموه تنسكتوه العام الجاي ثاني هكاك، يعني الصيانه ديالو قليل، في الناس كيفكروا ما كنبدلوش فيه دوك لي فيلتر. نعم نعم، هذوك مهمين ومهم دكتور انك توصينا عليهم. الصيانه ديالو الفلترات ديالو يتبدلوا. نعم، داك الماء ديالو وداك الشيء. باش علاش؟ لحقاش هو كيمكن يخزن واحد التعفنات في هذوك لي فلتر وفي داك الجناب اللي كيدوز منهم داك الكانيزاسيون ديالو، تيدوز من داك الماء اللي كيبرد. نعم، وكيسبب، كاين واحد البكتيريا خطيره اللي كتسمى ليجيونيلا، اللي كتسبب في امراض يعني التهابات رئويه خطيره اللي تقدر تدي للاستشفاء زعما حتى العنايه المركزه. نعم، يعني هذه بالنسبه للصيانه. بالنسبه للمشكل ديال اننا كنجلسوا تحتو يعني واحد المده طويله، ما كيأدي لواحد هذا، شنو كيشوه المكيف؟ هو تيشد داك الجو في ديك الغرفه وتيعاود يبردو ويعاود يردو. دونك تيكون هذاك الجو اصلا تيكون جاف، يعني كيحيد منه ليميديتي وكيعاود يديرو في الغرفه. دونك هذاك ليميديتي اللي ما كايناش في الجو اللي كيولي جاف، تيسبب جفاف الحلق، جفاف القصبات الهوائيه اللي كيدي التهابات، وحتى يعني جفاف الجلد والجسم دكتوره. نعم، الواحد كيولي كيحس براسو عطشان، يعني كاين داك لو بوزوان ديال انه يشرب الماء دكتوره. نعم، لطيفه، يدي الالتهابات في القصبه الهوائيه في الحلق، وكنشوفوا ان تيكثروا لي الالتهابات ديال يعني بحال اللي كنقولوا الحلاقم، الارواح ديال الصيف، النزله ديال يعني البرد اللي كتجي في الصيف. نعم، نوبات البرد، الكحه الجافه. نعم، يعني هادو كلهم يعني مضاعفات امراض شائعه. نعم، هاد المكيف الهواء. المكيف. نعم. نعم، بالنسبه المشكل الثاني اللي كاين في هذه الفتره هذه ديالنا حنايا، كاين هذا المشكل ديال الفيروس ديال كوفيد. يعني دابا كانوا تمنعوا واحد الوقيته باش يستعملوا المكيفات فعلاً في المناطق العامه وفي الادارات. على ودي الا كان غير انسان مريض بهذا الفيروس وكيسعل. نعم، هذاك المكيف غادي ينقل هذاك الفيروس العدوى في الغرفه. نعم، في الغرفة كامله، وغادي ينتقل العدوى لجميع الافراد اللي كانوا في نفس الغرفه، ماشي بحال التهوية الطبيعية اللي كتخلي أن الهواء تيدخل. نعم، وتيخرج. نعم، واضح. المشكل الآخر اللي كاين أننا بحال دابا ملي تنكونوا تحت المكيف في الدار ولا في الإدارة، تنخرجوا تلقاو جو حار. يعني كاين واحد المشكل، ولا الكونترير، تنخرجوا تندخلوا من جو حار بزاف وصهد، وتندخلوا تحت المكيف كنكونوا صهدانين وعرقانين. يعني هاد التنقل من جوج اماكن اللي الحراره ديالهم مختلفه تسبب حتى هو نزلة البرد، تسبب التهابات في الحلق وفي القصبات الهوائيه.
نعم دكتورة، كاين ناس اللي هما يعني كيكونوا أكثر تأثيرا دكتورة لطيفة العتاق بهذه المضاعفات هذه، وكاين الناس اللي هما كيريزيستيو كيتحملوا يعني هاد إلا بغينا نقولوا الانتقال يعني من درجة حرارة إلى البرودة بشكل يعني يتم عادي أو تعامل الجسم ديالو بشكل عادي، ولكن كاين ناس أو استثناءات اللي خاصنا اليوم نتكلموا عليها دكتورة اللي وجب الاحتياط يعني في التعامل مع المكيفات الهوائية. الناس اللي عندهم حساسية بالطبع. نعم. الناس عندهم واحد سميتو المناعة ديال هذا وعندهم التهابات أصلا قارة في القلب، نهضروا على الناس اللي عندهم حساسية وماشي معالجة وماشي متحكم فيها. يعني عندهم أصلا التهابات كتكون دائمة في القصبة الهوائية ديالهم، نعم، في الحلق ديالهم وفي المخاط هذا ديال الرئة. نعم. دونك هنايا هذا الانتقال هذا كيسبب لهم بسرعة أنهم يتصابوا بهذا، نعم، نزلة البرد وبهذا الأزمات الربو والأزمات الحساسية ديال الأنف. يعني بسهولة أكثر من الناس العاديين. نعم، يعني وحتى الناس اللي عندهم يعني بعض مشاكل روماتيزم وعندهم آلام في العظام والمفاصل. العضلات والمفاصل، نعم نعم، نعم. كيتسبب لهم في آلام في العضلات وفي التهاب في المفاصل، آلام في الرأس. وألم يعني حادة اللي كتكون ناتجة على هذا المشكل ديال البرودة الشديدة. يعني يعني بحال كان البرد راه بحال الاقليم هابطه بزاف وجلست تحتها منها واحد المده طويله. نعم، اذا الاحتياط واجب دكتوره لطيفه العتاق، وبالخصوص يعني عند الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنه، تكلمتي عن التهابات المفاصل والعظام وامراض الجهاز التنفسي المزمنه. يعني ناتي في ختام يعني هذه الفقره ونتكلم عن طرق الوقايه يعني من امراض مكيف الهواء دكتورة لطيفة. نعم، نحاولوا ما امكن بحال قلت لك درجه الحراره ما تكونش هابطه بزاف. طيب، يعني ما تكونش يعني بحال عندنا 30 برا نحاولوا نديروا 25 في الغرفه. نعم، مره نحلوا باش نهوي التهويه الطبيعيه. نعم، باش ما يبقاش هذا بحال اللي قلنا الصيانه ضروريه. شرب الماء لان تطيب الجفاف الحلق والانف. نعم، يعني ضروري تشرب الماء. نعم، نعم، واضح. عند الانتقال من درجه حراره نردوا البال، نقدروا كاع بحال دابا في الطوموبيل نشربوا الدراري الماء، نديروا فهمتي نحاولوا نهويو تهويه طبيعيه عاد نهبطوهم للحر، فهمتي يعني وسائل اللي تدير واحد التنقل تدريجي بين ديك البروده اللي كانت في الطوموبيل ولا في الغرفه الحرارة اللي كاينة على برا. هادشي اللي كاين. وحاجة أخرى، نحاول نختاروا المكيفات اللي كتكون يعني مزيانة، ماشي أي مكيف نشريه حتى راه كان قديم ولا كان هذا، لا نشري مكيفات تكون مزيان لأن هادي كتعلق بالصحة ديالي ونقوم بالصيانة ديالو دوريا. نعم، شكرا لك الدكتورة العزيزة ودائما يعني المفيدة يعني في كل فقراتها ومواضيعها الدكتورة لطيفة العتاق المختصة في الأمراض الصدرية والحساسية بتمارة. لنا لقاءات بإذن الله على أمواج الإذاعة الوطنية واللقاء المفتوح.